الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أبنائكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا يستجيب الله سبحانه وتعالى للعبد ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب له، ولا تكون من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب الله له. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مهما في قضية الدعاء. تكلمنا بالأمس في الدعاء لإصلاح الأبناء، وهذا الحديث يبين لنا أمرا مهما على ألا يدعو الإنسان على أبنائه، بل يجب عليك أن تدعو لهم. فالدعاء على الأبناء وعلى الأنفس وعلى الأموال قد يكون هناك ساعة استجابة، فيستجيب الله عز وجل لهذا العبد فيشقي من دعا عليه. يعني أحيانا الإنسان في ساعة غضب يكون يعني يمر في ساعة غضب من ولده أو من ماله أو من نفسه أو من أي شيء يمر به في هذه الدنيا، فيدعو على نفسه أو على ولده أو على ماله، فتلك الساعة تكون ساعة استجابة، فيشقى هذا الإنسان أو يشقي هذا الولد سائر حياته. لذلك الإنسان عليه أن يكون دائما في هذا الأمر بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما يصلحه لا بما يفسده. فالإصلاح أن تدعو لولدك لا أن تدعو عليه. حتى يقول العلماء: كم من إنسان في حياته أو في آخر حياته يتذكر دعوة دعاها على ولد فأشقاه الله سبحانه وتعالى، ولو كان دعاها لهذا الولد لهداه الله. فلذلك الإنسان من الحقوق على الأبناء أن ندعو لهم لا أن ندعو عليهم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.